ايه نشوف. الرئيس عبد الفتاح السيسي: الإسلام السياسي في 2013 تسبب في موجة الإرهاب. الرئيس كان يتحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية. الرئيس: أصحاب فكر الإسلام السياسي لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق واضحة، وهنتكلم في ده بعد شوية بالتفاصيل. ما الذي جرى في مصر وما الذي عايزين يعملوه في بلادنا؟ دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: خسائر الأعمال الإرهابية. عجبني الكلام قوي، شغل النهاردة على أعلى مستوى. خسائر الأعمال الإرهابية ما بين 2011 و 2013 وصلت ل 477 مليار دولار، ده بسبب 11 لحد 13، 11 الخراب ثم خراب أيضا والدمار وفوضى جماعة الإخوان الإرهابية. 477 مليار دولار، وجايين يتكلموا هي البلد جرالها إيه؟ البلد جرالها ده الأرقام دي اللي قدامك، هي دي التمن اللي اتدفع. شي الرئيس الصيني يفوز بولاية ثالثة تاريخية ويؤكد العالم بحاجة إلى الصين. طبعا جروا انتخابات أسبوع كامل، الحزب الحاكم الشيوعي كان عامل اجتماع مؤتمره العام، وتم إعادة انتخاب مرة أخرى الرئيس شي جين بينج لولاية ثالثة لمدة 5 سنوات جديدة نتيجة للي حصل والإنجازات اللي عملها، وتم تعديل حاجات خاصة بالدستور في المؤتمر العام، دخلوا قيادات جديدة حوالي 200 قيادة، ولكن يستمر لمدة 5 سنوات قادمة الرئيس شي جين بينج. تحديات اقتصادية صعبة أمام حكومة إيطاليا الجديدة: التضخم، حكومة ميلوني، التضخم والديون الأعلى في إيطاليا، التضخم والديون في مين؟ إيطاليا، الأعلى في منطقة اليورو في إيطاليا. تحذيرات في ألمانيا من توقف الإنتاج الصناعي بسبب أزمة الطاقة. العالم كله في مشاكل هائلة هائلة. بريطانيا معانا يومين، بريطانيا آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بالعودة للاتحاد الأوروبي. ليه؟ لأنه بيقولوا السبب اللي احنا فيه حاليا في بريطانيا من مشاكل وغلاء وارتفاع أسعار وطاقة وقود وغيره عشان احنا خرجنا من الاتحاد الأوروبي. فدلوقتي خرجوا مظاهرات بيطالبوا ان احنا نعود مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي كما كنا. فوكس نيوز القناة الأمريكية بتقول الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرشح نفسه كملك الفوضى في عام 2024، ده فوكس نيوز اللي بتقول على عهدتهم وعلى مسؤوليتهم، وهم اللي بيقولوا قناة أمريكية نعم هي اللي بتقول الكلام ده. بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق قطع زيارته، كان في أجازة ثم رجع امبارح الظهر كده عشان يخوض يعلن استعداده لخوض انتخابات حزب المحافظين البريطاني، عايز يعود مرة أخرى. هو مشي في شهر 7 اللي فات، النهاردة رجع مرة أخرى لأنه شاف الصورة طبعا بعد ليستراس لما استقالت، قال عندي حظوظ. هو بيحاول دلوقتي يجمع 100 صوت أو 100 نائب يدوله موافقة على أنه يخوض هذه الانتخابات. هو رقم 2، رقم 1 سوناك، لأن سوناك حصل، ريشي سوناك حصل على أكتر من 100 صوت، جونسون حصل على حاجة 40 صوت، وربما يصل إلى 100 صوت كمان من النواب، لازم يدعمه 100 نائب. بكرة هيتم الإعلان، غدا النهاردة ورئيس الوزراء الجديد هيعلن يوم الجمعة اللي جاي، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. ريشي سوناك يعلن ترشحه لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، هو حصل على أكثر من 100 تزكية من 100 نائب في البرلمان، لازم يحصل على هذه التزكية وبالتالي يحق له الترشح. طبعا حصل اجتماع امبارح ما بين سوناك وجونسون بعد وصول جونسون الى لندن امبارح، الاجتماع استمر 3 ساعات. جونسون كان عايز سوناك ما يترشحش ويدخل هو الانتخابات لوحده، سوناك اعلن ان هو يخوض انتخابات، وجونسون وعده انه هيرجعه وزير للمالية مرة اخرى. سوناك رفض هذا الامر وقال لا انا هخوض هذه الانتخابات، وحصل وانه في منافسة شديدة بينهم هما الاثنين. الى اين تذهب بريطانيا؟ الى اين يذهب حزب المحافظين؟ من هو رئيس الوزراء البريطاني القادم؟ قدامنا عدة أيام من هنا حتى يوم الجمعة القادم
مين اللي هيكون رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ألمانيا، خلي بالكوا ده تراجع خطير، ده تراجع خطير، ده ضد الكلام اللي اتاخد في قمة جلاسجو أو قمة باريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، اللي هو الطاقة والوقود الأحفوري والكلام ده كله. النهاردة ألمانيا بتتراجع عن هذا الأمر، وده في منتهى الخطورة. قبل أيام من قمة شرم الشيخ، قمة المناخ في شرم الشيخ، ألمانيا تتوسع في توليد الكهرباء باستخدام الفحم لتأمين احتياجات الشتاء. أخطأ، دي تحركات خطيرة جدا ضد تعهدات الدول الكبرى العشرين اللي منهم ألمانيا فيما يتعلق بمواجهة تغيراتهم المناخية. ده أخطر شيء بيواجهنا حاليا. شويجو وزير الدفاع الروسي يحذر نظرائه الفرنسي والتركي والبريطاني من استخدام كييف، أوكرانيا يعني، المحتمل لقنبلة قذرة. بيتكلموا على قنبلة نووية محدودية المكان، يعني يتم تفجيرها في مكان محدد، مش هيكون لها تأثير كبير، ولكن هي بيتكلموا عليها كقنبلة قذرة. روسيا بتحذر الغرب انه أوكرانيا هتستخدم وهتفجر هذه القنبلة. رئيس الفرنسي ماكرون، الحرب في أوكرانيا أثرت علينا ولا يمكن استمرارها إلى الأبد.